تشوفوا اليوم هذه الجداريه، درناها احتفاء بالانجاز الكبير اللي داروا المنتخب الوطني المغربي، وفي ملحمه الكبرى اللي داروا لانهم طلعوا للنصف النهائي لاول مره منذ 86، منذ الفرحه ديال 86. اليوم راه حنا فرحانين تبارك الله بهذا الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب في قطر، وهذه الجداريه هذه راه درناها وتعاوننا عليها مع السنديك ديال هذه الاقامات الاسرى، والسي سعيد والسي عزيز حتى هو اللي هذا الشيء من مالهم الخاص وتساعدوا، وفكرنا هذه الفكره هذه نديروا هذه الجداريه هذه اللي درنا فيها واحد تقريبا 8 اللاعبين بالمدرب الركراكي هو تسعود وبالشعار ديال الاسود، و هذا الشيء كداير الحمد لله. سؤال اخر، كيفاش جاتكم الفكره باش انه ديروا هذا الملحمه هذه؟ هاد الفكره كنا جينا هنا عيطوا لي باش ندير شي جداريات شي تشوير في العمارات هنا، وبان لي هاد الحيط هنا خاوي، قلت لهم لي مالا ما ندير هنا واحد الجداريه ديال المنتخب الوطني اذا كان ممكن. قال لي كيستحنوا الفكره وعجبتهم، عطيتهم لو بلون. مجرد ان المنتخب طلع للدور ذاك الدور الثاني ديال الاقصائيات ديال المجموعات، من تما درنا لقيت الناس هنا فرحانين، الاعلام الوطنيه كل شيء فرحان. قلت لهم اودي هنا غادي نصوب فيه الجداريه، صافي بدينا من تماك زيد 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 تبارك الله، وتوقفنا واحد 3 ايام نظرا الامطار البركه اللي كانت هنا في اكادير، ومن بعد كملنا وبديت راه اليوم اللي كملت الجداريه كما كتشوفوها تبارك الله، راه عندنا فيها المدرب المنتخب الركراكي في جياش حكيمي بوفال ناحي مرابط ثمانية اللاعبين، لانه هادو اللي بصموا في المونديال، هادو هما اللي عطاو تبارك الله عطاو الاهداف، وهما اللي عارفينهم كاع الناس دابا هاد الساعة اللي وريتي لي هادو غيعرفوهم كبيرا وصغيرا. وهاد الجدارية غتبقى الرمز لهاد الملحمة الكبرى، انها غتبقى ذكرى في هاد البلاصة هادي. نتمنى من الناس يحافظوا عليها ويحافظوا عليها تبقى ديما هكا، لانه هذا الشيء راه هذا الانجاز العظيم اللي داروا المنتخب الوطني راه اكبر انجاز الدول العربيه وكذلك الدول الافريقيه. الله استحسنوها، الله ما كاين غير الله، ديك الصحه كيدوز الناس تبارك الله كيتصوروا هنا وعجبهم هذا الشيء. في الاول ما كانوش كيشوفوا، مازال ما بانوا الملامح، ولكن دابا الحمد لله تيجيو الشباب. راه دابا كاع اقترحوا، قال لك غادي نديروا واحد الحفله، ان شاء الله في نهايه الجداري راه اقترح، يمكن غدا يمكن في العشيه اللي غادي يديروا واحد الحفل هنايا، غادي يديروا حتى غادي يجيو كاع السكان وغادي يفرحوا هنا، يديروا بحال مثلا بحال الا استقبلوا المنتخب الوطني، دارنا ان غدا هو الاستقبال الكبير ديال المنتخب الوطني من دار صاحب الجلاله نصره الله مولاك محمد السادس الرياضي الاول. ومن هذا المنبر انا كنهدي هذه الجداري هذه للمنتخب الوطني على هذا الانجاز الكبير. شنو كتقول الركراكي وجميع اللاعبين يعني من بعد هذا الانجاز العظيم في مونديال قطر؟ ايوا اش غادي نقول لك، نقول لهم تبارك الله عليكم بصحتكم، فرحتوا المغاربه، نسيتوهم في ديك الازمه اللي كاينه، نسيتوهم تبارك الله عليهم. مزيدا من التالق نتمنوا ان شاء الله منهم يجيبوا لنا كاس افريقيا وكاس العالم ان شاء الله 2026، نتمنوا مزيد المزيد المزيد لهذا الفريق تبارك الله الاهداء، وغادي يعطي ان شاء الله وتبارك الله عليهم وكذلك المدرب وجميع الطاقم التقني والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.